الفيديو اللي انتشر بكثره بزاف ديال هاد البنت هادي هي والصديق ديالها اللي كانت بالحجاب ديالها وسط البحر دايرين كرسي مدرقه بالحجاب وكيديروا افعال اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى. ما فهمتش انايا هاد النوع هادو هما اللي كيسيئوا الفتاه المحجبه. وديما سطر على هادشي اللي غنقول، راه ديما في اي بلاصه في اي حاجه في اي نيفو في اي وقت في اي تاريخ في اي عهد كاينين بنات الناس وبنات الحرام. انت وعلاش كتقلب؟ الحمد لله كاينين بنات الناس وموجودين، غير انت خصك تعرف فين تقلب، خصك تكون انت ولد الناس الا بغيتي بنت الناس. نرجعوا للموضوع ديالنا، الفيديو ديالهم اللي انتشر وكانوا كيديروا هذاك الشيء اللي كيغضب الله سبحانه وتعالى، ومن بعد دخلوا الدراري كما شفتوا صوره يمكن لكم تقلبوا على الفيديو، ويعني هذاك الشيء اللي صورها مزومي من بعيد بحال والو، عنده الاس 23 ولا الاس 24 الترا اللي كيزومي اكثر من 200 ميجا بيكسل على بعد، المهم شي حاجه اللي هي هربانه في النيفو. لا اله الا الله، دخلوا الدراري هضروا معاهم باش يفرشكوا في الاخر جمعت عليهم الشوخه، ولكن الفيديو ديالهم راه انتشر بكثره. زعما انا ما فهمتش واش الخونه مقرقبتش لهذ الدرجه، واش هاد البنت وصلت بها درجه الكبش انها تمارس الرذيله وسط فضاء عام. هاد البنت باينة تضحك على هاد خونا، غتقول لي لا راهي لا شوف هاد الدريه مادام هي دارت بحال هكا ما مدرساش ما فاهماش. هادي نصيحة، الدريات اللي كيديروا بحال هادشي ديال الحرام على الأقل ستري راسك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ابتليتم فاستشيروا، أو موا ساتري باش ربي ما شوف ربي كيقبل التوبة ديال أي إنسان غلط، ولكن بهاد الطريقة والشوهة حشومة لا شافوك داركم ولا والديك عيب. وحتى الدراري مابقاوش يضحكوا على بنات الناس، اللي كيضحك على بنات الناس غيجيب الله اللي يضحك عليه، غيجيب الله اللي يضحك عليه. ردوا بالكم في ولادك ولا بناتك ولا اي حاجه، رد البال وفكر مزيان، ولا اله الا الله محمد رسول الله.